إخوتي وأخواتي، إن النبوات التي تتكلم عن نور المسيح هي نبوات عديدة، سواء في إشعياء إصحاح 29 بيتكلم عن فتح العمي، سواء في إشعياء 35 حينئذ تتفتح عيون العمي، وإصحاح 60 و61 بيتكلم عن مجيء المسيح وللعمي بالبصر، نفس الآية اللي اقتبسها يسوع المسيح في مجمع الناصرة، بيتكلم عن نوعية خدمته إنه جاء المسيح ليفتح العيون. ولاحظ ما في أي معجزة في العهد القديم فيها فتح عيون، لكن هذه المعجزة هي من مواصفات ومن مميزات ومن خصائص فقط المسيح، له كل المجد الذي يفتح العيون. لأن فتح العيون لها دلالة روحية، لها عمل روحي عميق في القلب. وفتح العيون إخوتي وأخواتي هي بكل بساطة هي طرد الظلمة والعمى الروحي والجهل من تحت سلطان الشيطان.